بعدما ذاقت ويلات النزوح لسنوات وعانت من العيش في المخيمات، دفعة جديدة مؤلفة من 36 عائلة من النازحين بريف حلب تنتقل إلى شقق ضمن مشروع قرية التراحم السكنية التي أنشأها الهلال الأحمر القطري بمدينة جرابلس شرق حلب. هذه القرية وغيرها من القرى راح يفتتح الهلال الأحمر القطري خلال هالفترة هذه خلال العام، راح إن شاء الله راح يستفيد منها 1500 أسرة، استفاد أيضا وراح يستفيد تقريبا 2500 عامل، يعني تم توفير 2500 فرصة عمل من خلال مشاريعنا الموجودة في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق. تتمتع قرية التراحم السكنية ببنية تحتية متكاملة موفرة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى الحدائق والطرق وغيرها، حيث يهدف القائمون عليها إلى توفير العيش الكريم للعائلات النازحة الأكثر تضررا وخاصة الأرامل والأيتام والمسنين. نشكر الهلال الأحمر القطري اللي قام بتوطين العالم المهجرين النازحين من الخيم بين الوحل والمطر، يعني الخيمة لا بتقي حر الشمس ولا تقي برد الشتاء، الحمد لله رب العالمين. نحن هون هذا سكن يعني محترم ومكلف. المستفيدون من هذا المشروع وضحوا الفارق بين الحياة تحت الخيام والعودة إلى الشقق السكنية، آملين بالعودة السريعة إلى منازلهم ومدنهم التي هجروا منها.